طبعا اختياري للانضمام الى قطاع السياحة والفندقة وهذا المجال اللي اعتبره مجال مليء بالتحديات، مجال يعطي الكثير من فرص التطور لكل من يرغب في العمل في هذا القطاع، فكان دائما هذا القطاع يستهويني، كنت دائما عندي شغف للانضمام وللتعلم واكتشاف المزيد عن هذا القطاع اللي انا اعتبره يعطي اي شاب يرغب في انه يحصل على فرصة عمل كبيرة وتطور وريادة في المستقبل. هذا القطاع هو القطاع الذي يجب ان يستثمر فيه.